إشهار جماهيري حاشد شهدت محافظة مأرب إشهار ملتقى مأرب الوطني تحت شعار مأرب أولا الأرض والإنسان، كأول مكون سياسي يضم شخصيات وطنية ووجهات قبلية وسياسية واجتماعية وأكاديمية وثقافية وإعلامية. رئيس الملتقى الشيخ علي بن ناصر عوشان أكد أن الملتقى شخصية اعتبارية مستقلة لا تمثل أي تيار سياسي، وسيكون مظلة شاملة للجميع تسعى لخدمة مصلحة أبناء المحافظة. نحن هنا لسنا ضد أحد، نؤمن بالسلطة المحلية وداعمينها، لكن حقوق مأرب لا بد أن تعطى مركزيا ومحليا، ولا نطلب حاجة خارج النظام والقانون. الملتقى يجمع جميع فئات محافظة مأرب القبلية والسياسية والمنظمات المجتمع المدني، جميعهم يعني انضموا إلى هذا الكيان، وهذا باكورة أفكارهم وطموحاتهم. الملتقى يهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية واستغلال خيرات المحافظة في تعزيز التنمية وتحسين الخدمات. يريد أبناء مأرب من هذا الملتقى أن يخرجوا بما هو لهم من حقوق، سواء في الشراكة في السلطة والثروة والعمل بها على النهوض بالمحافظة والتنمية. الملتقى وفق ما أكده عضو اللجنة التحضيرية جاء نتاج الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها محافظة مأرب. الحشد الكريم، إن هذا اليوم هو يوما عظيما في تاريخ محافظة مأرب، وهي تعلن إشهار أول مكون اجتماعي حقوقي تنموي مستقل، والذي جاء تأسيس استجابة لما تقتضي الحاجة في ظل التحديات الجمة التي تستدعي من أبناء مأرب الاصطفاف وتوحيد الصف والكلمة والرؤية بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية أو المصالح الشخصية الضيقة. حفل الإشهار استعرض رؤية وأهداف الملتقى، أبرزها الدفاع عن أراضي مأرب والاستفادة من ثرواتها النفطية لتحقيق مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تمكين أبناء المحافظة من المشاركة السياسية الفاعلة. الهدف الأول هو توحيد جهود أفراد المجتمع للمساندة في رفع الخدمات في كافة المجالات، وإرساء مبدأ الشفافية والمساءلة، مع ترسيخ أسس التضامن والتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر. كما أكد ملتقى مأرب الوطني دعمه للسلطات المحلية والمركزية في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة، وطالبها بالتعاون والتنسيق ومضاعفة الجهود للحد من انتشار قضايا الثار وتحقيق السلم المجتمعي. ملتقى مأرب سيكون عونا ورديفا للسلطة المحلية والمركزية في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة، ومطالبا لها بالتعاون والتنسيق ومضاعفة الجهود للقيام بدورها المرجو لتثبيت الأمن والاستقرار والحد من انتشار قضايا الثار وتثبيت السلم المجتمعي في المحافظة. 3. يدعو ملتقى مأرب الوطني إلى استعادة بناء الثقة بين أبناء محافظة مأرب، وتبديد كل الشكوك والمخاوف، وتسخير الجهود وتحويلها إلى طاقة. حفل الإشهار شهد حضوراً من مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يعكس مدى أهميته ودوره المنشود في خدمة أبناء المحافظة وتحقيق تطلعاتهم. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب.